في بنات للحين يسألوني هذا الجلتر شلون يثبت. بنات هالنوع من الشدوات مو محتاجة تحطينه بشيء، يعني حتى لو تحطينه على جفنك بشكل مباشر راح يثبت على طول، لأن نوعية الشدو ما بقول لكم كريمية، مو كريمية، كذي جنها كالر بوب، عرفتوا اللي تحطونه؟ يعني أكيد إذا حطيته مع مثبت يطلع وايد واضح، بس بدون مثبت هم يطلع. الحين بوريكم شلون. اوكي شوفوا، بوريكم لو اخذ اللون بهالطريقه وحطه بصبعي راح يطلع اللون وايد واضح. او الطريقه الثانيه اذا تبينه وايد يكون واضح، تاخذين فرشه ترشين عليها نتفه مثبت. مثلا ناخذ لون هذا، هم راح يبين معك اللون اذا بمثبت، اذا بصبعك راح يطلع بهالطريقه، واذا بفرشه لازم ترشين على الفرشه فيكس بلس. وانا الحين حاطه لون واحد، فخذيت حطيت فيكس بلس، شوف شلون يطلع اللون وايد واضح. او قلت لكم الطريقة الثانية اللي هي صبعك ان تحطينه راح يطلع لونها واضح. بالنسبة لي هذا من اجمل الشدوات، يعني متوهقة بتروحين عرس، ما في موعد عند ميك اب ارتست، انت حط المكياج بالبيت ما يحتاج ذاك الشغل. يعني طبعا هني هذا بعد ما نشف، يعني بعد رطب، فهم ممكن أضيف عليه جلتر راح يثبت، لأن قلت لكم بعد ما نشف. بحط نهاية العين كحل بيج، اوكي. هذا طبعا ما يعتبر توتوريال، لان بس بوريكم طريقة تثبيت الجلتر لطريقتين، وايد بنات قاعد يسألوني، وهذه الطريقة السهلة. تصدقون ما ادري شنو هذا اللي طالع لي هنا، حبة جفاف ما ادري شنو، لازم اروح حق دكتورة مريم تشيل هالجهاز البلكسر، لان صار لها اسبوعين ما راضي تروح ومضايقتني. لازم اشيل هذا العرس اللي هني. بس انا كنت بوريكم طريقة تثبيت الجلتر نوعين، الجلتر مال اربن ديكي ما يحتاج شيء، والثاني علمتكم طريقته. شوفوا الاضاءه النار تينن، الاضاءه وايد حلوه. الحين ارش عليها مثبت اربن ديكي تصير شيء خيال. اللي استخدمته باليت اربن ديكي مال الجلترات مونتست، وباليت نورفينا مال انستازيا، قلم كحل دولشي ان جابانا، هذه الاضاءه الناريه اسمها مريم، جلتر سيري، ومسكره كلاوديا اللي احبها، كل اللي استخدمتها.